شيء بالنسبه لنا ايجابي، ولكن اظن بانه كاس افريقيا يعني والمستوى العالي لازم يعني ان يكون التركيز 100%، ماشي في الدقيقه 90 ولكن في الدقيقه 100. يعني ضد كل شيء الفريق الوطني من ابان فعلا على مستوى يعني أكيد بأن كنا نتمنى أن نمر ضوء ثاني باش نفرحوا الشعب قدر الله ما شاء فعل. العظيم بأنه يعني بالرغم من الإقصاء لكن ماشي الهزيمة، أنا لا أعرف استدعاء هذا ليس الهزيمة، لكن الهزيمة ليس الهزيمة الإقصاء. العظيم بأنه الفرح، العظيم بأنه فعلا النواة الأساسية للفريق الوطني المغربي إن شاء الله بدأت يعني تتكون وبصلابة بعد العناصر الجديدة لأول مرة تلعب مباريات كأس إفريقيا، أشركت يوسف القديوي، أشركت عبد الإله الحافظي، ربحنا عناصر جديدة راشد الطوسي. أظن أنا كل كانت كل ثقة يعني في هذه العناصر التي